السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحلقة جديدة من آرك سبريم. بسم الله نبدأ. أوكي يا جماعة الخير، رجعت لكم بحلقة جديدة طبعا من آرك سبريم. اليوم حلقتنا راح تكون مميز وسبيشال كثير. ليش؟ لأنه أول إشي جبت ميل وفيميل خلف الكواليس وستاتسون مرة رهيبة، وحاولت أطلع أفضل ستاتس بيناتهم، وحاليا عم بزاوجهم وطلعوا لي هدول الكمية من الديناصورات أو من الألفا ريكس. لكن هاد ملفل ومعاه امبرينتينج وملفل 28 ليفل بالهيلث، بس جايب 5200 تمام، وال 60 ليفل جايبين 4500 دمج. رح نجربه اليوم، لكن بدي اطلع مباشرة اروض. خلوني بس اشوف معي كبلات. اوكي ما معي كبلات، المفروض انه عندي كبلات جاهزة انا جوا. طبعا شغال تزاوج وحركات وبركات. ليش؟ لانه اوكي عندي 3 كبلات، يفترض اني بقدر اسوي كمان، والمفترض انه ما احتاج كبلات لانه بدي اروض ديناصور وازاوجه. طبعا رح يكون بيهمني كتير، فيكم تقولوا اوكي الفا اسنس، اوكي ايزي الفا اسنس رح يهمني بموضوع ايش يا حزكم، بموضوع الحرب، لانه في له خطه مره رهيبه. ومثل ما بتعرفوا انتم انه حربنا مع زيكو رح تكون حرب ممكن تكون قويه، ما بدي استهين بالخصم لكن ممكن تكون هاي الحرب قويه. فلذلك ننطلق ونروح نروض ترويضتنا مباشره، وبنفس الوقت نجرب قوه الريكس تبعنا ونشوف كم رح يوصل دمجه وكم ممكن نوصل بالشغل. اذا اشتغلنا عليه كم ممكن نوصل فيه. اوكي شوفوا، بدعي لله انه يكون مكانه ما فينا بوس، لانه هذا المكان دائما بكون فيه بوس اللي هي شو اسمه والله شوفوا، الله اعلم انه رح يكون في حرش، الله اعلم انه رح يكون في حرش بالموضوع. انا شايف انه في حرش، انا شايف انه في حرش، وان شاء الله ما يموت علي، لانه ادري حظي الزبال انه بيموت علي، ادري انه حظي بيموت علي. فشوفوا هدول كميه البرايم وهدول الدير بيرد الموجودين هون، والله رح يقروشونا مره هدول. اوكي هذا تانك اسطوري يا جماعه، حرفيا تانك اسطوري، لا تشوفوه هيك بس والله انه تانك رح يكون مره رهيب ومره جبار. ان شاء الله بس ما يجينا اشي يخرب علينا. تعال تعال بالله عليك تعال، لا تتفلسف وتروح اماكن غريبة عجيبة. تعال هلا تطلع لنا الديث وارم بتحرق جد انا وياك. تعال ايوه قف تعال، تدرون ضربة واحدة بشيني؟ قرب شوي يا الليل، يا رب ما تطلع لي ديث وارم هلا من تحت الارض، لان انا بعرف حظي، فطلع لي ديث وارم هلا من تحت الارض. تعال يلا ايوه خليك هيك، خليك حاول تقتلني، معلش حاول، انا سامح لك حاول بس مو تقتلني، حاول يعني محاول بس. ليش رايح لعند الرابترات يلا؟ والله هذول رح يجيبوا اخرتي هلا، ما رح يخلوني اعرف اروضه، والله ما رح يخلوني اعرف اروضه. لازم انزلهم لتحت او اهرب هذا، ما ادري، المهم لازم اسوي لي شيء. يا رب ينزل يطيح لتحت، بس ما اتوقع انه ذكي لهالدرجة. شايفين ما بيطيح، يفترض انه باقي له طلقة واحدة بينام. ايوه ابعد شوي، خد ايوه بس حلوين، اشوف مكانه ممتاز، مكانه ممتاز. يا رب يا رب ما حدا يجينا. 1 2 3 مو معي التيمينج بوشن، لا 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 يلا لازم اروح اجيب التيمينج بوشن على السريع وارجع. ايوه ممتاز، ايش باقي له حبه؟ والله بعطيك حتى على الحبه بعطيك التيمينج بوشن، قوم بس. ايوه تعال يا عيني جيب الجريفن، وين الجريفن؟ ايوه نروح نجربه بالمنطقه السهله للاثنين، نروح نجرب الاثنين بالمنطقه السهله. شوف هذا افضل خيار، لانه المنطقه هاي صعبه فيها مليان ديناصورات غريبه وعجيبه. اوكي انا بقول ان شاء الله عاد ما يموتوا علي، بس انه اذا ماتوا قدر الله ما شاء فعل، هذا الركس يكون اقلها شفنا الدمج تبعه كم. وشي ثاني انه هذا عادي يعني امبرنتنج، فيمديني اني اجيب غيره، عرفت شلون؟ طيب هذا شو ابيكس؟ اوكي شوفوا والله ممكن نقدر نشيل هذا الابيكس، خلونا نمشي الحيط الحيط، نقول يا ربي الستر. اوه
130,000. يا عمري اما والله رهيب، اما والله رهيب. 130,000 جبار. طيب سؤال، هل بيدوخ اذا صرخناه؟ اوكي ما بيسوي شيء، بس يا اخوان رهيب هاد مرة اسطوري. 130,000، انتو متخيلين شو يعني 130,000؟ لا ايوه كريستال جولم، تعال تعال بس اسكت اسكت بس. اوكي والله رهيب. اصبر بجرب هاد، بجرب هذا بما انه جايبين معنا سدلو جايبينه، وهون امور الديناصورات خفيفة نظيفة يعني. اوكي مو هاد، هاد الرياكس ننزل هاد، هذا لازم نجيب له ميل ضروري جدا. وهذا شوفوا السدل تبعه، هون الفكرة، الفكرة كلها يا جماعة هون بهذا السدل، الفكرة كلها وين؟ بهذا السدل. جرب دمج عليه. 16,000 والله نت باد. ما عندي اكس بي بوشن، انا كان ودي الفله والله. اصبروا نجيب وبلفله، نجيب وبلفله. ايوه اوكي، وانا عم بجيب هاد اتصل فيني سلطان وقال لي اني تقريبا 10 دقائق وبده يجيني، محتاجني بشغله ضروريه جوا بالسيرفر. الله اعلم، والله يستر. انا شوفوا بيني وبين سلطان ما في اي شيء، فما اتوقع انه يتجرأ ويسوي حركه يعني، مستحيل. عرفتوا كيف؟ مستحيل يتجرأ ويسوي حركه. اوكي شوفوا هذا ممكن يكون تانك، بسوي له 3 مليون هيلث وبعطيه 40 ليفل بالدمج بس، او ممكن نخليهم كلياتهم بالدمج حسب. انا بشوف انه ممكن نخليهم كلياتهم بالهيلث عشان ما بدنا دمج، الدمج ممكن اركز فيه على الركسات. 42,000 يب 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 بركز الدمج. حتى بلفل هون، والله هلا بي. هيلث 3,200,000 رهيب رهيب مره. حتى انه تانك اتوقع انه بنص الدمج، فيكم تقولوا هيك شيء ممكن انه نص الدمج ولا لا؟ هذا ايش برايم ولا حركات؟ انا هذا ذا برايم عشان اشرب. اوكي دلتا، حتى انه بلوت لحم، تصوروا انه هاد بلوت لحم، انا ما كنت اتوقع انه بلوت لحم. طيب كليك يمين سي اكس. اوكي ما عنده حركات، ما عنده حركات ابدا. طيب شوفوا هذول الفوار ممكن يدمج هذول. والله رهيب هاد، ما ادري هل تنصحوني يكون تانك هذا بالحرب ولا لا؟ هل انا في لي خطه، في خطه ببالي عليه احطها على السدل، تمام؟ خطه اسويها احطها على السدل تبعه. ممكن تضبط ان شاء الله، بقول انه ممكن تضبط لكن ما اضمنها، ممكن تضبط. اوكي والله رهيب، والله هذا مره 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 رهيب. ناخذ الشغلات المهمه بس، باقي الشغلات كلها عندي اياها. طيب نرجع على الريكس لانه بدي اشوف هل ممكن اواجه شيء قوي. اذا قدرت اواجه شيء قوي خلاص طن، يعني نعتبر هذا الريكس هو اسطورتنا فيكم تقولوا. هذا مين دعسه؟ جيب 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 لوت، جيب لوت حبيبي، ما بيتوفر. هون كان في بوز جنب وقت اتوقع، نجرب نعمل هذول. ايزي هذول عبارة عن شو، تنكيش اسنان، تجميع شوية لوت يعني، بس ما ترسمين لي هلا النحلة. يا الليل انت، يا الليل انت الحرش، يا الليل انت الحرش. تعال تعال عاد، تعال عاد. انا مفترض انه يكون بوس الجربوع هون. يب هذا هو، حلو بنروح له. سكيلتون صح، ممكن اندم وممكن يموت. انا حاطط حسابي انه هذا ممكن يموت. كم هيلث هذا؟ 5 مليون. اوكي اذا دمج دمج ايكون ايزي ايزي ايزي. والله ما تغبر على سرمايتو للريكس، والله ما تغبر على سرمايتو. يا حليلك يا حليلك يا جربوع. تعال تعال تعال، والله اما طلع ايزي بريكس واحد قتلت بوس، والله نت باد. بس عاملوا لي انه هذا ما بيتلوث غير بالشو اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، الشينسو، الابك شينسو.
فما رح نستفيد من قتله شيء، ممكن يعطينا شيء. إذا أعطانا أعطانا، ما أعطانا أوكي. أوكي أعطاني 17 داينو ديناصور بون. طيب فيه شيء بلبو؟ أوكي لا. طيب نجرب اللوتو. أوكي ما يتلوت، شايفين؟ ما يتلوت. أعطانا 15 داينو بون، ما أدري شو هي بس إنه أعطانا إياها. ممكن تفيدنا. وأعطانا شغلات رهيبة. هذا القناع بقدر ألبسه؟ أصبره. بقدر ألبس هذا القناع؟ لا مو إلي. شكله لا مثلا شو اسمه؟ الجربوع this custom can be used to make your جربوع look just a skeleton جربوع. أوكي حلو حلو. يعني مثل هذا الجربوع بشيبه بصير بسوي مثله. حلو 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 فهمت. أوكي يا جماعة خلونا نروح على البيت لأنه سلطان ده يجيني هلا شوي. فلذلك أتوقع إنه أمور جيشنا ممتازة. ما أدري إذا في شيء ديناصور بتحسوه تانك قوي ممكن يكون. هذا المرة الماضية قتلني صح؟ والله لا قتلك، والله لا قتلك. والله قد أخذنا في الثأر يا كلب. أها تعال تعال جيت والله جابك، جيت والله جابك، محتاج لوت. تعال تعال جيت والله جابك. اسكت بس. ايش ايش ذا ايش ذا؟ اصبر اصبر بليز. يا الليل يا الليل انبلشت. لا 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 هذا قتلته انا مره بس هو قوي قوي. اوكي 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 تكتيزي تكتيزي. ليدر 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 اهدى اهدى. تقدر له تقدر له تقدر للكل تقدر للكل. ايزي ايزي. اوكي بموت 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 بموت. ايزي ايزي. هذا بس لازم انزل الوتو مو مو بالهذا الديناصور، لازم بايدي. فخلوني اسحبه شوي لهون عشان العيال ما يجوا معه. تعال بس تعال تعال بالاكس. ايوه شايفين اعطاني من المعادن الثانيه اللي هي بتسوي تبع البوسات الابيكس وال بتسوي معادن الابيكس والبرايم وهيك. فايب خلونا نرجع على البيت يا جماعه سريع سريع لانه مثل ما قلت لكم سلطان جاي لعنا. هلا والله عمي سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تفضل فوق تفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هلا هلا بالحبيب، كيف الحال؟ شلونك؟ نورت نورت والله يا ميت. اهلين وسهلين. الله يسعدك. نورت ما شاء نورت. الله شو الجلسه هذه؟ تفضل تفضل تفضل. اي طبعا غير جايني ضيف. يا سلام يا سلام عليك يا اخي والله انك تصيل. كيف الحال؟ شلونك؟ والله الحمد لله بخير، انت شلونك؟ ايه الحمد لله بخير. اوكي طبعا ممكن انت تتساءل تقول ايش ودي انا جاي عندك. ايه والله اتصلت فيني قلت لي تعال بجاك ضروري، والله ما شغلت بالي يعني. لا ان شاء الله الموضوع موضوع خير، وان شاء الله انك تكون انت فاعل خير يعني وتساعدني في هذا الموضوع. انا ما لقيت احسن منك وافضل منك بصراحه يعني. والله اذا بيطلع بيدنا ليش لا، ما منقصر. طيب انت اتوقع انك تعرف ايش في بيني وبين مجربع. يب بعرف مشاكل. صراحة ايه صراحة انا شفت مجربع وصل الالفا وصار يروض، عنده ريكس وعنده ديناصورات قوية. فانا أيوه. مو من مصلحتي انه شخص مثل مجربع يكون ضدي. طبعا كيف؟ طبعا. فودي انت صديقة اكيد. ايه الحمد لله ما في بيناتنا شيء. أيوه وفي يعني صداقة يعني. حلو، فودي صراحة انه تحاول تصلحنا انا ومجربع اذا ما عندك مشكلة. شوف والله انا ما عندي مشكلة، بس هل هو يا ترى حيقبل؟ والله عاد الموضوع هذا يرجع لك انت، عاد انت اسلوبك، حاول انك تقنعه. انا صراحة يعني قل له انه سلطان خلاص حس بالذنب ووده يرجع، يعني خلاص برجع صديقة مثل اول ونلعب مع بعض وخلاص. خيو ما عندك مشكلة، انا بشوفه وبحكي معه وان شاء الله خير يعني. نحن شو بيهمنا غير نكون حبايب يعني. خلاص تمام. شوف الوضع انت، وفي عندي مكان اذا وافق في عندي. أيوة. مكان بنروح له نقعد هناك، مكان يعني بعيد عن بيتي وعن بيتك وعن اي احد، عرفت كيف؟ عشان نقعد في روقان. بنحكي لحالنا ايه بنحكي بالحالة بروقان يعني، مكان رايق عرفت كيف؟ فهمت عليك فهمت عليك. فعاد الموضوع يرجع لك انت، تروح عليه تقنعه تجيبه
شوف والله شوف خليني اتصل عليها هلا واشوفه و اذا خلصت يعني تمام بدي احاول اقنعه. انا عرفت شلون، ما بعرف ردة فعله كيف حتكون، فبدي احاول اقنعه، اذا وافق ساعتها بخبرك وبنجتمع. خلاص ما في مشكلة، روح انت روح عليه، انا مو ودي اتاخر عليك واطول عليك واخذ من وقتك. لا لا ما في مشكلة، اتمنى لك التوفيق. خلاص تمام، لا تاكل يعني صراحة ان شاء الله لك الاجر في اصلاح ان شاء الله النفس. ان شاء الله ان شاء الله. يلا عاد انا استاذنك. الله معك، مع السلامة. الله السلام عليكم. وعليكم السلام. اوكي يا جماعة، والله ما لنا غير نرسل لمجربة انه بدي اجي وبدي احكي معه بموضوع. 2000 years later. وبعدها ساعتين، لانه اساسا محمد ما كان موجود بالسيرفر، فاضطريت اني اروح امنتج فيديو وارجع. وحاليا هو جاء ودخل السيرفر وقال لي خلاص تمام ضن، تعال خلينا نحكي. فلح اروح لعنده. اشوف في ببالي شغله انا الصراحه، يعني ما ادري الفكره كيف راح تكون، بس طالما بيني وبين سلطان ما في اي مشاكل، لا انا تحرشت فيه ولا هو تحرش فيني، وما صار بيناتنا اي مشاكل يعني حروب او خطف او اي شيء، ما صار بيناتنا. حتى في اللعبه ما قربت عليه، تركته برا يعني ما له علاقه، لانه هو في الموضوع اساسا المشكله بيني وبين زيكو وبين زاحف وبين مجربه، فهذا السبب. لذلك اتمنى ان تكون انتو خير. ما بعرف شو فكرته من موضوع انه تعال بموضوع يعني بمكان هادي، ليش ما تكون في بيته؟ انا الصراحه هون شككت شوي، لكن اتمنى ونعطيه يعني حسن النيه مثل ما بيقولوا، ونشوف ايش راح يصير. اتوقع انه مجربع داخل هو جوا، ويفترض انه موجود. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. هلا هلا والله ذا ليدر، عليكم السلام والرحمه. يعطيك العافيه، شلونك يا استاذ مجربع؟ يا هلا يا هلا يا هلا والله. شلونك، شو اخبارك؟ بارك والله تمام. اي والله، والله عندك مكان نقعد نحكي فيه كلمتين على رواق؟ ما يحتاج، موجود. لكن بس خرجتي ترى، كنت قاعد اقول مقدمه فجاه دخلت علي. لكن يلا تعال خلني اوريك. يلا تفضل. ان شاء الله بس انه هالمره يكون في هديه. الله الله، شاري البندق قتلني. لا يا مجربع، لا ما توقعت منك يا مجربع. والله خرجتني يا جماعه، ما ادري هل هذا صدق ولا كذب. محمد السلام عليكم. هلا اسمع، مالي نازل، هذا فخ ولا ايش؟ لا والله خطا فلي. اوكي اذا هيك اوكي، لان خرجتني يا شيخ وربي خرجت. لا والله صدق ماني معلم، ما يهجم على الناس، بس الله يهديه. اي كلب لانه كلب. يلا تفضل. طيب تعال استريح. مجهز لك نار هنا. اي يا عمي والله ادب. حياك الله على الذبيحة، في لحم بعد. الله يسعدك. ايه انت شبه بالعافية. ايه. طيب. استاذ محمد. سم. انا جايك بموضوع، واتمنى انك ما تردني بهذا الشيء. والله يعتمد. يعني جاي انا بدي اطلب منك طلب الصراحة، وبتمنى ما تخجلني، وهو الطلب يعني اتوقع انه ممكن يفيدنا هلا ومع الزمن لقدام، تمام؟ فشوف القصة وما فيها يا شيخ، انه سلطان اتصل فيني من شوي وقال لي بدي اشوفك واحكي معك، قلت له تمام. الزلمة جاء لعندي على البيت. ايه سلطان جوا. معليش وقطع كلامك، بس سلطان تعرف ان هذا اول شيء غدار، ثاني شيء بينه وبينه مشاكل. يا اخي شوف، بينك وبينه مشاكل، انا ما ادري شو اللي بينك وبينه، بس الزلمة جايني بحسن يعني مثل ما بقولوا حسن نية، وجاي يطلب مني اني احكي معك كلمة، نحاول نصلح بينك وبينه، لانه هو ترى ندمان، وانا اللي شفته اني شفت الرعب بعيونه حرفيا، انا شفت الرعب منك بعيونه يعني. يا اخي والله شوف يا ذا ليدر، يعني انت صح، اتوقع انه ما بينك وبينه مشاكل علينا. لا ما في بيني وبينه شيء. ايه لكن سلطان جور، هذا الشخص صراحة اول شيء قد ذبحني المرة اللي قبل اول ما دخلنا السيرفر، والشيء الثاني قد سرق بيتي، عرفت؟ طيب شوف، هو ما رديته له، بس بيعرف خطورتك
وبيعرف قديش انت قوي بالسيرفر وقديشك مسيطر، وبيعرف التحالف اللي بيناتنا تمام. فبيخاف فبيخاف يندعس يعني، عرفت شلون؟ طيب يا اخي مثلا قلنا الحين اوكي انا قلت لك طيب ذا ليدر مشيت معك كملت معك السيناريو، طيب بعدين يعني ما راح نستفيد منه شيء، ليش نتحالف معه؟ يا اخي انت لا تتحالف معه، بس اقلها خلي يكون في صلح، يعني شوف مثل ما بيقولوا لك خلي الطرف يعني ما يكون يعني يكون صديقك احسن ما يكون عدوك. هو صح والله انت في الشيء هذا صادق. ايه والعفو عند المقدرة كمان يعني، انت لا تعطيه كامل الامان بس انه اللي خلص تمام ظن يعني انه تكرم عينك. يا اخي والله احس ما يا اخي احس في شيء غلط ما كلامه هذا. يعني هو متحالف مع زاحف اتوقع، ومو اذا ما كان متحالف بيكون يعني خويه مره، وايضا معهم زيكو علي. طيب يا اخي خوفي مناخذ حذرنا نحن، بس انا خوفي انه ما تعرف يمكن يقلب علينا، يمكن يعني احنا الحين بيكون في ارضه، الا اذا ضمنت لي ان الوضع امان. انت قلت لي انك رحت عنده صح ولا؟ انا اللي بقول لك هو اجى لعندي وعم بقول لك انه قال لي انا الصراحه خايف تصير مشاكل بالسيرفر تكبر ويوصل البلة دقني، عرفت كيف؟ هو خايف، فهو جاي عم يقول لي انه بدي اياك تدخل واسطة خير بيني وبين مجربة. كان في بكل بساطة يجي ويعمل مشاكل، بس زي مشاكله نامي على خير يعني، فممكن نعطيه فرصة وبعدين انا وياك صراحة يعني ممكن نمسح اي شخص بيناتهم يعني ايزي. اي ما يحتاج ابدا. اي فما لا تخاف. هو انا ماني بخايف، لكن شوف بحكم ان سلطان في اكثر من سلسلة كان حليفي، هو كان ما يحتاج من عز اخوياي واثق فيه ثقة كاملة. حلو عرفت؟ ف والله اني عشانك بعطيه فرصة. تمام التمس لاخيك 60 نظرا خلص. هذا انت بس لانا 70 نظر يا رجل. طيب مو مشكلة. يلا الله. طيب انا بكلمه الحين بدي احدد لنا مكان للقاء، فنشوف ونروح نشوف شو بده. بس اهم شيء يا ذا ليدر، ذا ليدر لازم نكون حذرين. لا 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 خلص بسيطة. انا شوف افا 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 طلع الشات جن. كفو حتى البيوات. اي افا عليك. طيب شوف انت مقابلته وكان لحاله ولا البقيه معه؟ لا كان لحاله لوحده كان. اوه اوكي اذا الوحده خلاص يعني. ايه وحتى اللي قال لي بدنا نحكي لحالنا اللي مشان الشباب ما يعرفوا اني جاي وعم بتصالح مع مجربة، يعني شكله حتى هو بده يصالحنا بس ما يعني بده يصالحك بس ما بده يحكي قدام البيه انه صالحنا، عرفت شلون؟ اوه ايه يعني... فالموضوع شكله خيانات بيناتهم صارت. اي والله توقع بيقلب على زاحف؟ والله ممكن كل شيء وارد، ليش لا؟ بما انه شاف مين القوي مين الضعيف فبيقلب، ليش لا؟ والله انا صراحة عندي فكرة، اقول مثلا لو انا وياك حين رحنا لو تحالفنا معه او انه صار خوينا نقدر منها بيكون زاحف الحال، يكون 3-1 يمكن او ضد هو وزيك ممكن يعني ما عنده جيش، فنقدر ترى نمسح بيته نجلد الجلد يا شيخ. خدي كذا مسح بيت زاحف كذا. بشوف احنا خلنا نشوف ايش الوضع. طيب خلص خليني بس اكلمه واشوف وين بدنا نجتمع وبخبرك. اوكي اوكي يلا. صرت دليل هذول المكان. ايه هون قالوا لي هون ان المفروض هون، ما ادري بقى. تعال يا محمد تعال هون هون جوا. ايه هون جوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا هلا. يعطيك العافية يا سلطان. يا مرحبا الله يعافيك. يا هلا بيك. حيا الله. عليكم السلام. مجربع. ايش فيك؟ يا اخي ما ودي اتكلم هذيك. يا اخي خلاص تعال تعال تعالوا نجلس ونتكلم، تعالوا لا تتكلم على الواقف تعالوا. طيب اوكي. استاذ ليدر. ايه. ترى في وجهك يعني. خلاص عندي ان شاء الله عندي. بس معليش السلاح هذا ماني مدخله بطلع ما يحتاج سلاح يا. ما يحتاج ان شاء الله ما يحتاج. انا ما معي سلاح. خلاص عندي الموضوع يا محمد عندي. ما خلاص خلي ما يسلم انا اطلق فيه. طيب خلاص تعال اجلس. طيب روح اجلس. طيب تعالوا شباب تعالوا اجلس. خلونا نجلس ونتكلم ما يصير هيك. ليش؟ أيوة. ليش
اوكي يلا سيد سلطان سم. طيب طبعا ما ادري اتوقع انه قال لك يا مجربع ذا ليدر ايش ليش انت موجود هان. طيب شو اللي طيب يا حبيبي؟ انا الرجال خليته يدخل بينه وبينك علشان يصالحنا عشان نفتح صفحه جديده. انا والله لو يعني بيدي ما صراحه ما راح معليش ما راح اقبل. شوف يعني ما ادري ايش اقول لك، عرفت علي؟ اوكي صح ان خطينا بحق بعضنا، لكن يا اخي الحياه رايحه وخلنا نفتح صفحه جديده. وانا اعترف لك بشيء، يعني انت صراحه دخلت الالفا ويعني ما لي مصلحه نهائيا اني اكون ضدك، يعني بتمسحني مسح، عرفت؟ يعني هذا الشيء ما يحتاج، لكن انا صراحه والله اني كلمني ذليل عن الموضوع، يعني ما قلت له يا اخي ان هذا الشخص يعني قد سرق بيتي تو فتره قريبه ما من بيت. المشكلة انه لو تصالحت معك طيب يبقى زاحف، شو وضعه؟ زاحف؟ نعم معك. انا ما علي من زاحف، شوف انا ما علي من زاحف، زاحف ما عنده شيء، زاحف ما عنده شيء نهائيا. صراحة يعني انا بس ودي خلاص انت ما تكون ضدي وبس، هذا انا والله معليش انا ما اقدر اني نرجع اخويا وزاحف تحالف معه. طيب تسمحوا لي اتدخل؟ تسمحوا لي اتدخل؟ طيب بس اعطني بس دقيقة واحدة. اذا تبي اسمح لك او ان نرجع اخويا لازم تقطع العلاقة مع زاحف بشكل تام، يعني ما تتكلم الى الابد او خاصة هالسلسلة. ايوه انا برأيي هيك حلو الموضوع بهي الطريقة، يعني ما في غير هيك. اذا طيب تكونوا حلفاء طيب لازم تترك زاحف يعني ترى. طيب عندي لك عرض ان شاء الله بيعجبك. وش رأيك اجيب لك هدية؟ تسمعني؟ جربع. ايه وش الهدية؟ بجيب لك هدية جيجا ليفل ماكس، وش رايك؟ قل! اوه! هلا والله! لا وش؟ لا! هلا! كل شيء ما حسبت حسابه الا انك تقدر فيني يا سلطان. هلا! هلا! قايل! هلا باب الجربيع. والله ما توقعت انك بالجربوع الزابل في جهر ضبه يا مجربع. زيك انا يا مجربع. لا مجربع شيله تعال. لا توقع بيناتنا فتنه ترى عيب. شو اللي عيب يا حبيبي؟ تعال بس الحرب خذها. انا زيه ترى. شكرا يا ليدر، ساعدتنا. شكرا. قايل لك يا ليدر هذا ما ينفع فيه، هذا ما ينفع. يا اخي غدار طلع وربي غدار. اوه هيا خذ لك. يلا جيبونا. بس اذا بكيت مع السلامه بزمه في البحر. دقيقه شباب. اوكي اسمع بس يقوم خدروه مره ثانيه. ايوه بينزل بيطيح عادي. اوكي مجربع والله دق رجلك. اوكي هي هذا اللي بيصير. يلا يا مجربع ذا ليدر معنا. لا 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 ماني معكم. لا ماني معكم. لا هو ساعدنا هو من اول. إيه لا 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 حبيبي انا ماني بالشيء صراحه. مردة فعلا صحيح. السلام عليكم. يلا اصبروا. طيب شوي اصبروا. ايه يا حبيبي تعال يلا اسحبهم. اهلا وسهلا اهلا بالضريع. لا حول ولا قوة الا بالله. سكر سكر هذه. يلا ادخلوا شباب. وقفوا على البوابة كلكم عشان ما حد يهرب. ما سكر باب. اهلا وسهلا. سكر باب خارجية. حياك الله يا استاذ ليدر. الله يحييكم. بس والله مو زابطة منكم والله. بالله يا شباب لبسوهم الهدية اللي اعطيتكم اياها. ايش الهدية؟ الله قربي يا استاذ ليدر. حياك الله. والله لك 10 لسور وليفل ماكس. والله في رشوه في الموضوع. ما توقعت الحركه ابدا لانه جايني الزلمه وحسيته يعني شوي ثاني خلاص. ما ادري مشكلة الموقف مره محرج قدام محمد. مره محرج 600 مليون مره. لا حول ولا قوه الا بالله. اموت وارجع حقي راح يرجع. فل يا اخي فلننسى الماضي. ايش رايك؟ فلن ننسى. لن انساه ابدا ما دام عشت طيلة حياتي. شوفوا لا تنسى خلي يولي هذا مستحيل.
يا اهلا يا مرحبا يا اهلا وسهلا هلا بالوجه الجميل الابتسامه الشاقه وجهك شوف خشمه عجبني خشمك على فكره ارجع ارجع مكبل مكبل طيب ما في يا الله شوف البزه كله معجوز شو حطينا النوب ذا يا زيكو تعال تعال بترك لك بترك لك شرف انك جرجره يا حبيبي طيب طيب سؤال يا شباب طيب انا ليش هون اذا مشكلتكم مع مجرب انا ليش يا شباب القم شوي شوي خلاص خلاص خلوه يا شباب خلوه الحين يا استاذ ليدر يعني انت ما تعرف ليش جايبك هنا الحين لا يعني ما ادري والله شو قصتكم يعني انت انا كل شغله تحشروني انفي فيها انا ما لي علاقه إيه ما ندري كذا فجأة كذا في يوم من الليلة قرر شخص كذا يكسر بيتي ويشيلني من بيتي ويسحبني ويلعب فيني كذا يمين يسار ويشربني نص موية البحر ويحطني فوق الكوتس كذا في قفص ما ادري واحد والله يكون ناكرين جميل قسم بالله واحد بياخذكم على الملاهي وانتم بتنكروا الجميل اوه روح ملاهي الملاهي بعد الجرجرة ذيك كلها سميها سلطان لو سمحت لو سمحت انت غدار لا تكلم انا غدار شي شباب حط على عينه حبيبي حنا بحرب طيب. من بداية السيرفر يعني المفروض انك ما تعطيني اي امان ولا ما تثق فيني هذه حرب طيب 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 والقانون اسمع القانون لا يحمي المغفلين معليش والله والله حنشوف مين المغفل اصبروا بس بنشوف شباب طيب يعني. بنشوف لا ما نسمح طيب. اسمع شباب زاحف زاحف وزيكو انا من رايي ما نشد عليهم كثير عشان يعني خلاص بالمستقبل اذا مسكوا كلنا حجه يا خسران يا رجال يا احتياط يا زاحف اديني دواره طيب يا ليدر هذا ما ينفع فيه هذا ما ينفع فيه يا شيخ ما انا ما انا ما عرفته والله يجيك بالغدره والله ما عرفته والله غدرني معليه اسمع محمد والله لا دفعهم ثمن هذا الشيء اللي حطوه على راسك والله ونعم والله لا احش رجولهم لا اسح فيهم طيب اسمعوا احنا بنطلعكم شرط واحد ما نبي شروط تسمعون الشروط ولا لا جابك. وفر شروطك طيب. مو على كيفك مجبور تسمعني حبيبي تتشرط بعد خلاص بتقعد هنا اقعد هنا بكره مجبور تسمعني يا ولد انت مجبور تسمعني ولا كلمه زاحف ولا كلمه من فرق خشمك تسمحنا تسمح وما تسمح ما هو شرط تندعس في الحرب فانا اقول شيء يعني اذا استمرنا كذا تسجني ما هي فايده خلها حرب نظاره فيها ونشوف عاد من اللي يندعس دق خشوم اوكي طيب انت يا ليدر انت ومجربع اخر كلام عندكم لا تضرب يا ورع هد يا سلطان هد خشوم يا هذا دق خشوم فك يدي خليني ادقك بس ابعد يا سلطان روق شوي تتمرجل علينا نحن مربطين سهل لان مكبر اي تمرجل علينا نحن مربطين شكرا جزيلا يا استاذ سلطان انك جبت لي راس الاثنين هذولي حلو جريت الاثنين فوق انا وعدتكم اثنين انتم اي والله ما قصرت والله جيت واخذت حقنا منهم ما قصرت انت تتكلم انت اخر واحد يتكلم انت روح بس روح اي نظامك تجيني كذا بدون اي سبب تشيلني مربطيننا 1 hour later طيب يا جماعه الخير بالنسبه لشروط الحرب راح اتركها للاستاذ زيكو تفضل زيكو شروط الحرب كالاتي حلو اول شيء 50 ديناصور ما في زبنات للديناصورات ما في جيش احتياطي 50-50 بالعدد واهم شيء ما في طلق رصاص ما في ولا ضربه اذا جت رصاصه واحده طلعت انتم خسرانين حتى لو انتم فزتوا هذا الشرط الوحيد عندي سؤال بس يا استاذ اسال انت الحين تقول 50 المجموع ولا كل واحد 50 المجموع كامل كتوتل مجموع 50 يابا المجموع الحرب حتكون جماعية ولا ايش؟ الحرب جماعية ودق خشوم فيها طيب هاد شوف اسمع
شوف الحرب راح تكون يعني انت مثلا انتوا ذا ليدر تتفقون تعطون بعضكم 50 ديناصور واحد منكم ينزلها وحنا الثلاثه برضو نفس الشيء اوكي أو طيب كيف. انا عندي شغل ايش رايك يلا تفضلوا انا عندي شغل اللي يريحكم تفضل يا ليدر شوفوا شرطي انا والاستاذ مجربع في حال فزنا تمام في حال فزنا بتضلوا بتقلونا اسياد السيرفر هيك لحتى نخسر بحرب قول ملك السيرفر وعمك ابو الجرابيع يعني. لا اسياد السيرفر اسياد وبالمقابل انتوا شوف انتوا اذا فزتوا نفس الكلمه من لكم اياها لاني انا ضامن انكم ما تفوزوا يلا اوكي انتهى خلاص اوكي عندي ما راح تم عندي ضامن تفضل اذا فزنا اذا احنا فزنا بالحرب انتم الثلاثة تسلمون انفسكم يا تسلم نفسك يا بيتك يمسه اختار لا يعني اختار واحد من ثنتين لا معليش اختار واحد من ثنتين يا نسلم انفسنا يا تاخذون اللقب بس خلاص ايوه كذا احسن خلاص بنسلم انفسنا ما في مشكله اشلوطكم ان شاء الله ما عندنا خلاص ابشر جلدكم جلد خلاص يب ابشر تجلدنا يوم بس اللقب بيكون كل يوم ما في مشكله اي طيب شو اسمه خلاص طيب يا زاهر تحتاجهم تحتاجونهم يا شباب طيب ايوه في اضافه اخيره في اضافه اخيره يا جماعه خلي زاهر يقولها حان وقت الاعدام لا لحظه هادي ايش الاعدام هادي روق اجلسوا عندكم يا جماعه الخير بالنسبه للديناصورات راح يكون من تير الدلتا فقط لا غير تمام صح والله نسينا الموضوع هذا يب نسينا طيب. الموضوع ليش من تير الدلتا انا عندي الف ريكس احد حرف ايش تبي الماي ما يحق لك لا لا دلتا بس خلاص دروط انا كالاتي دلتا احنا كفى في يدنا الحين صحيح بالنسبه لي انا ما فرقت ولا يا استاذ ريدر افا عليك افا يعني عليك الا خلينا بس نطلع من هون لوريك شو عندي بس بغيتها دلتا بشقك شق زاحف فدانا هلا اذبحهم اسمح لي اذبحهم اقول افتح لي باب الرجال افا ما لحقت اوكي يا جماعه الخير قدروا فينا نقول الحمد لله على كل حال اللي صار صار لكن الحرب تم يعني الحرب تمت واعلن عنها فلذلك يا جماعه عندي جيش وانتم بتعرفوا جيشي بتعرفوا الالسور اللي عندي وما في داعي اوريكم لذلك نشوفكم وقت الحرب لحد فئة نوم جربة عشان الخطة ما تكون واضحة حتى قدامهم أدري بيكم جباسيس أدري بيكم وتروحوا تخبروهم كل شيء فيب نشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية السلام عليكم